انا نبدا نصحح فكره الطفله هذيك الفكره تاعها وتاعك هنا، انه نقولوا دائما انه الفاشينيستات ولا صانعات المحتوى ولا المؤثرين، مع انه انا ما نحبش كلمه مؤثر. لماذا؟ لانه انا التاثير يصرى تلقائيا، اما صناعه المحتوى يعني كي ندخل في الانستغرام نقول اليوم راني حنخدم دي ستوري على هذا الموضوع ولا فيديو على هذا الموضوع، اما التاثير فراه يجي مورا، ما ماهيش النقطه الاولى اللي الانسان يخمم فيها كي يصنع المحتوى تاعو. نصحح النقطه تاع البنت وتاع هنا اللي قالوا بلي الفاشينيستات دائما بيرفكت، هذا مفهوم خطا، ولازم نعرفوا بلي الفاشينيستات ولا صانعات المحتوى راهم نساء كيما حنا كيما الناس واحد اخرين، فهما تاني يصراو وين يامات ما يكونوش ملاح ما يتهلاوش في روحهم، يامات يكون عندهم شغل الدار فيعطوا اهميه اكثر لشغل دارهم ولا حياتهم الشخصيه اكثر من صناعه المحتوى، ماشي كامل مهووسين بالحياه المثاليه والرفاهيه واللبسه تاع الماركات. فنعطيكم اكزامبل، لا روب لاني لبستها صح بالك شابه حتعجب البنات ولكنها من صنع جزائري، ماهيش مام با ماركه كبيره ولا راكي عطيتها تبارك الله يعني زايده فيها ما شاء الله انتم ثاني. فصناعه المحتوى ولا التاثير ولا لو ماركتينغ ديجيتال ديجا ماهيش حاجه جديده بالك، حنا تبان لنا في الجزائر حاجه جديده، ولكن لو ماركتينغ ديجيتال يل اكزيست في دي زاني، فعنده اخلاقيات كاي عمل اخر. فاي انسان راح يبدا في هذا المجال لازم يكون عنده اخلاقيات، انه ماشي دائما يكون ايبوكريت ويبين حاجه هو ماهوش يحس بهذيك الحاجه، يعرف واش يهدر، عنده مسؤوليه لانه حيأثر حب ولا كره، حنا رايحين ناثروا بهذيك الحاجه، فلازم نعرفوا كيفاش نقدموها وعلى واش نهضروا المواضيع. فهذه هي انا برايي لازم نمحو هذيك الصوره تاع انه الفاشينيستات دائما بيرفكت، لانه كيما كنا نهضروا انا وال الدكتورة راحين يأثروا بطريقة سلبية لأنه مفهومهم أصلا خطأ.